الخطوط الدنية للعلوم الفيزيائية هو برنامج موجه للثانوي، سنة أولى ثانوي، ثانية ثانوي، وثالثة ثانوي. هذا البرنامج هو برنامج متكامل بين السنوات الثلاثة للتحضير الجيد للبكالوريا، يبدأ من السنة الأولى بوضع ملخصات عامة للمفاهيم الأساسية في الفيزياء والكيمياء، تلحقها المفاهيم السنة الثانية تكون أكثر وضوحا، وتصل إلى السنة الثالثة تكون فيها البرامج المخصصة للفيزياء برامج شاملة وواضحة وسهلة للطلبة، تكون في متناولهم بمنهجية متسلسلة، تهدف هذه المنهجية لتوضيح كل ما هو معقد على التلاميذ في هذه المرحلة. أعجبني هذا المخيم خصوصا وأن الأستاذة متخصصة في مجال العلوم الفيزيائية ولديها قدرة عالية على إيصال الكفاءة التعليمية، وقامت بإعطاء ملخص شامل لجميع معارف العلوم الفيزيائية ابتداء من الكيمياء متمثلة في الجدول الدوري للعناصر والترابط بين أفراده الكيميائية وصولا إلى الفيزياء والقوى والحركة المستقيمة والمنحنية. اليوم البرنامج تاعنا كان مليح، كان اوفر، كان قوه كاع، وفي هذا الوقت كان سحقيناه بزاف. كان شغل، كان واحد بعض النقص كان لازم تعمرو. الاستاذه تاني مليحه، كانت تقرينا مليح، عجبتني تاني البلايص اللي فهمتهم لنا، كان مليحة. تاني تعرفنا على الحوايج جدد، مي دوك مازال ما كملناش، مي مليحة حتى دوكا راهو جابة، استفدنا ماذا بينا أكثر، ماذا بينا يزيدوا لنا مخيمات أخرى. يعني في الفترة الأولى، في الفترة الصباحية، قمنا بعمل ملخص لجميع دروس المقطع الأول حول بنية بعض الأفراد الكيميائية، وقامت لنا بشرح كيفية ترتيب الجزيئات والجدول الدوري. أما في المرحلة المسائية قمنا بدراسة حول ميدان الميكانيك، القوى والحركات، ومثل هذه الدروس في المقطع الثاني. قدمت لنا برامج وملخصات في مادة الفيزياء تعيننا في فهم الدروس، ملخصات من بداية السنة لحد الآن. يعني أستاذة في القمة، يعني قامت بطريقة تدريس رائعة عن طريق تقوم بألعاب ثم يعني تفهم منها الدرس، يعني أسلوب رائع في التدريس. نشكر الأستاذة سعادة كشر على هذه المبادرة، وكما نشكر إدارة المؤسسة على توفير الجو مثل هذه المخيمات.